لبيب، وصدر بيان رسمي عن اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، وهو الاجتماع المهم وقرارات مهمة وقرارات نارية. بيان اللي صدر عن مجلس إدارة نادي الزمالك إعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة لنادي الزمالك ولن يتحول عنها لأي سبب، وفي ضوء ما ثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول أن اللاعبين ثلاثة حصل لهم إيه؟ اللي هم مين الأول؟ أحمد فتوح، محمد صبحي، مصطفى زناري، ارتكبوا مخالفات. خلي بالكم بيان مهم جدا، أول اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك وياخد القرارات دي، قرارات خطيرة جدا. ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة. ده مين اللي بيقول؟ مجلس إدارة نادي الزمالك. يبقى الثلاثة ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة. قرر المجلس، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب، قرر إيه؟ إيقاف اللاعبين الثلاثة أحمد فتوح، محمد صبحي، مصطفى زناري، وحالتهم إلى التحقيق العاجل. يعني توقفوا وتحولوا تحقيق وتحقيق عاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس، مجلس إدارة نادي الزمالك، طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي مصطفى الزناري للبيع، يعني فتوح اتوقف هيتحقق معاه، وبعد كده قرروا كمان بيع التلاتة اللي قدامكم دول. التلاتة دول نادي الزمالك هيبيعهم بعد ما يحقق معاهم. طبعا أحمد فتوح ده نجم نادي الزمالك ونجم منتخب أحمد فتوح، واللي كان يعني فتوح كان بالمناسبة لما الكابتن حسين لبيب كان معانا في أول حوار ليه من أسبوعين كده، كنا بنتكلم على أحمد فتوح. فتوح طالب فلوس كتير من الزمالك، ويبدو انه فتوح جاي له عروض، عروض كتيره يعني. وفتوح بالمناسبه لاعب مهم في مركزه، وبالتالي هل يقترب احمد فتوح من النادي الاهلي؟ الله اعلم. قد يكون فتوح قريبا من النادي الاهلي. خلاص هو الزمالك قرر بيعه، وبالتالي هنا ما بيبقاش في مشكله قدام فتوح. الاهلي محتاجه هيشتريه، واضح ممكن. وفي ضوء كذا ارتكب مخالفات، قرر بيع الثلاثة للبيع. توجيه الشكر إلى مين؟ سوريو المدير الفني، لأنه سوريو نتائجه متواضعة جدا. الزمالك اتغلب أول امبارح من زد 2-1، وبالتالي خلاص هما كانوا مدينه فرصة ثم فرصة. وكمان سوريو من ساعة مجلس إدارة ما جه ما كانش قوي شايفينه إنه مدير فني اللي هو يحتاجه نادي الزمالك. نادي الزمالك محتاج مدير فني قوي،